قالت بقي رأس مالها وكان يتصدق بالربح. قال هذا ظني في، هذا كان ظني في انه فعلا لا يبقي شيء، ظاهره كباطنه، خلوته كجلوته، رضي الله عنه وعن الصحابه وعن الصحابه اجمعين. بعد الموقف الاول الذي حدث في سؤالها لقيس له، قال يا امير المؤمنين بعد ان برأ لله لا اتولى لك ولايه بعد يا امسك يا سعيد، لا 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 ما اتولى لكم ولايه بعد، دعوني وربي. مات رضي الله عنه وارضاه سنه 20 هجريا، واسلم سنه 7. كتب تاريخا في هذه السنوات من 7 الى 20 خلد الله تبارك وتعالى بك. واختم لكم بدعاء عند النوم وبعد الصلاه لا تسيبون ان شاء الله. روى ابن ابي شيبه في مصنفه عن ابن عمر موقوفا له حكم الرفع، قال ابن عمر: اذا اويت الى فراشك وادبار الصلوات عليك بهذا الدعاء بعد الصلاه مع الاذكار وقبل النوم: الله اكبر كبير عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثه. لا اله الا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثه. كنا له في القبر نورا وعلى الجسر تنطلع نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنه، او قال حتى يدخل الجنه. الله اكبر كبيرا على الشفع والود والكلمات التي تمت الطيبات المباركات ثلاثا. لا اله الا الله على الشفع والود والكلمات التي تمت الطيبات المباركات ثلاثا، مع اذكار اذكار الصلوات المفروضات وقبل النوم مع اذكار. لماذا له حكم الرفع؟ لان الاجر المترتب عليه ما يقال من ايش؟ من الصحابه. اكيد ان سمع فيه شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث سنده صحيح وعنده عند ابن ابي شيبه في مصنف. هذا ما تيسر اراده وتخيل اعداده وعن الله على ذكره، فان كان خيرا صوما ذاك حسبي، وان كان دون ذلك من نفسه الشيء. قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: يا مضى ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي عذاب النار. اللهم اقبل امرنا وشك وترضى، وخذ من عصيتك والتقوى. اللهم لا تفلت جمعنا الى وقد فقدت الذنب وسترت العيب وتوليت الامر. اللهم اجعل بلادنا امنا امنا سخاء وخير وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم ارحم ابانا كما ربونا صغارا، وكان حيا طول عمره وطاعه كان من الفجر مسار جناتك جلال الدين. اللهم ارحم بيد الايمان وزير في الكون والغير والفضل والصفات وصل على برحمتك من الراشدين تم الكلام ومن المحمود وله المكارم والعلا والجزم والصلاه على المصطفى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.